اللي عم بقلك ايه ماما؟ حكمت وشادي ابراهيم تبع دار الفجر علاقة. شو نوع العلاقة؟ صداقة حميمة. لا لا ما يروح فكرك لبعيد. حميمة يعني بيخدموا بعضهم. شو يعني بيخدموا بعضهم؟ لحد هون معلوماتي بتوقف. هي بتوقف او انت بتوقفها؟ المهم ماما انا اكيد انه كل المعلومات اللي انحطت بالمجلة مصدرها حكمت. يلي عم بتقوله خطير فؤاد. ما هو خطير بدون ما اقوله. يعني السوس عم بيخر من جوا. انا بفضل نتاكد. واللي راح معه على البيت وعلى البار هو شادي ابراهيم. شو؟ انت قلت بتفضل تتاكد. صحيح. عندك طريقه؟ ما راح اتعطل. بس بدك توعديني. بشو؟ كل شيء ضل مثل ما هو. أين وين؟ مين؟ أنا برجع بدقلك. مين؟ تفضلي مادموازيل زينب، ارتاحي. ميرسي. بعتذر جيت من دون موعد، بس مدام راشد قالت المدام هلا بتقرر شو لازم ينعمل. ليش انوهلت هيك؟ ماما حقك مستحيل. أنا حرة كيف بشتغل، وإذا مش عايش كيف يعني حرة؟ البنت جاية لتشوفك، بدك تنطريها ساعة؟ تضحك بعبة. يلي بده يشوف أهل راشد بدون موعد بده ينطر شهر. هيدا ظلم على الناس أو على زينة؟ على الكل. لو إنك مشغولة بفهم. لو عمول معروف تركنا يشتغل، وطالما خلص الموضوع يلي أنت جاي كرماله فالله معك. عم تطرديني؟ لا حبيبي، بس انت اكيد ما كنت ناطر تشوف زينة تيبت هون، ولا كنت ناوي تقضي نهارك عندي. ف الله معك.
بس بدك توعدني. بشو؟ ما تجيب سيرة ولا كأنه في شيء. إذا قدرت توعدني دار من هالبيت. إذا مش قادر تشوف صاحبتك عم تنطر وتتعذب فمن هيديك. ماما ماما رح تطلعيني من التعبة. لا غيري هالحكي. يلا الله معك ابني، بس من بعد ما تختار. شو ابني مش عارف تختار؟ فؤاد كيفك زينة؟ بك شي؟ لا ما شي. أنا مضطر أمشي. بتخيل صار فيه يفوت؟ أي نوال؟ لا أنا بقبل لك، بس بتخيل ما عنا أمل باليوم. كيف ستنا؟ حاضر. شو مس؟ بدك تطولي بالك مدموزيل، الست كتير مشغولة. تاكسيات بنمر سوداء. استاذ كمال عنا؟ عند امك. يا عمي كيف بينرفز اوام؟ بقدر اعرف شو جاي تعمل هون؟ تاكسي مثل ما قلت، بس ملاقي من يطلع معه، وخصوصي الشخص اللي بده اياه يطلع معه. ايه بكره بنشوف مين راح يطلع مين. كمال؟ دموزيل جنى؟ كيفك دموزيل جنى؟ كثير منيحة. شم ريحة مشكة. وأنا شم ريحة سخافة. ليكي اوعك ترجعي من أول وجديد. أولاً ما خصك فيي، ثانياً ترك لي إيدي، ثالثاً ما تركت ترجع من أول وجديد، واضح؟ شو جاي تعمل اليوم؟ بدي مصاري، ليه أنت شو جاي تعمل؟ بعدين بخبرك. أي فلك يعني. نوال؟ نعم؟ سؤال بسيط، بعد كتير بدي أنطر؟ للصراحة ما بعرف، الست كتير مشغولة. تقدري تاخدي لي موعد بليز؟ يلا. الخميس الجاي الساعة 10 الصبح. الخميس الجاي؟ مش بكرة، اللي وراه. يا عمي شو مهمة هالمدام راشد؟ أكتر ما بتتصور. قولي ما بتصور كتير لاني فنانة ولا عندي باسبور. عن اذنك. ليش عم بتعملها هيك؟ حرام. ما بحب اسمع هالكلمة منك نوال. في اصول شغل انا بعرف كيف ديره. نعم ستنا بعتذر، بس قعدتها كل هالوقت. نوال قلتي لي الموعد الخميس الجاي؟ عظيم، موعد قريب جدا. مش معقول خبريتك شو حلوين. انت ما معوده تسمعيهم وتشوفيهم حلوين. لا هن حلوين. اجت زينة. هاي. هاي. ما تقولي لي الماما مزعلتك. ما حدا زعلني. كمال فينا نفل؟ ايه اكيد. شوفك بعدين.
صار الوقت لتخبريني؟ مع حق مايا. وشو جاب سيرة مايا هلا؟ نهلا راشد مرة لئيمة. حسيت هالشيء أول ما شفتها. ليش شو عرفتي فيها؟ وين شفتها؟ يوم اللي تعشيت مع بنتها كانت هي مسافرة. لما صلحت سيارة جنى أخذت الفاتورة لعندها، هيك جنى طلبت مني. فشفت وعرفت إنها لئيمة. عاد يعني البنت عم تخدمك لأنك معتر، والابن عم بيخدمني لأني معتر. إيه بس فشل. أنا لا عم بشحد ولا بدي أشحد من حدا. البنت ما بدها تخدمني لأني معتر زينة. لشو لكن؟ كرمال سويد عيونك. نفس الأسباب عند البنت وعند الصبي، عند جنى وعند فؤاد. ليش جنى مستحليتك؟ بس على طريقتها. شو هي طريقتها؟ يا جيجولو عصرة. غرطي؟ أكيد لا. إذا أكيد لا، يعني أكيد إيه. ما تنغر هلا لأنه بنت غنية حكيت معك. وأنت ما تنرفزي لأنه مرة غنية نطرتك. نطرتني على الفاضي، نطرتني حتى من بعد ما طلع ابنها من عندها. أساسا طلع ملبك مدري شو بو، كأنه شايف مش شوفة وانوهر. شو كان عم بيعمل ابنها عندها؟ جمعية عمومية، ميزانية لآخر السنة، أكيد كانوا عم يطقوا حنك، إيه ما يطقوا حنك على حسابي وقتي أنا. هي اللي راحت لعند أمي وطلبت مني أشتغل عندها، هو اللي طلب مني أشتغل عند أمه مش أنا. عاد، يعني انحلت القصة براسك، لا تنرفزي ولا شيء. قومي قومي لنتجوز بأمي. مش تنخلص العصير بالأول. اسكت يا عمي، قومي لنتجوز، إيه هي روحة على السينما أو نروح نشرب. وحياتك هي بهالبساطة، بس أنت ما تعقديها. على كل حال لا أنا ولا أنت بنقدر نعقد شيء، ما هي حياتنا كلها عقدة. نحن بنركض والليلة بتركض قدامنا. واعتبري شو نهار كمشناها بنوقع ومجلف ركابنا. لهالسبب لازم نهونها ونتجوز زينة. ايه بس بس كود كمال الله يرضى عليك. زينة يمكن سألتك هالسؤال ويمكن لا. بس بهمني كثير اعرف اذا رفضك لزواجنا سبب فؤاد راشد او اي شخص ثاني، مش ضروري فؤاد. او الرفض سببه الفقر؟ ليش دايما بتفتش على سبب براني؟ براتي انا، ليش ما بتفتش جواتي مثلا؟ ولا فؤاد ولا غير فؤاد، ولا غنى ولا الفقر. بس فكرة الزواج هلا ما بشوفها بتترجم حالي كمان. صدقني وقت انا اللي بدي اتجوز انا بروح بدق على بابك. هيدي اذا كنت بعدك اعزب وبقول لك كمال صرت جاهزة. زينة ما راح فيي على حكي كل مبني على علمي، بس بدي اعرف حالي. عروس تاني نفرتها؟ لا، بس قلبي بده يرتاح. امك واختك كيف؟ اشتاقوا لك. ماشي نروح لعندهم. صحيح؟ مش بالدور جنى. دور شو ماما؟ ساعة انت ساعة خيك بدكم تعلموني كيف بدي اشتغل. اللي عملتي بالبنت بتسميه شغل ماما؟ أنا بسميه شغل بالبنت. عندي طريقتي بالشغل، ما بحب حدا يتدخل فيها. أنا بعرف أمتين لازم شوف البنت، فما ياخد على خاطرك كتير لا أنت ولا خيك. كمال كان ناطرها تحت. مين كمال؟ حداد ناطر زينة؟ هو جابها وهو أخدها وبين الاثنين ناطرها. عال ناطرها يعني بحبها تحفه. بواسطتها انت بتخلصي منه، بواسطته خيك بيخلص من زينة. ماما شو هالحكي؟ شو هي صفقات؟ والله فكره. فكره شو؟ ما كنت قايله بدك تساعدي كمال حداد؟ ايه بس هو ما قبل. المهم اتصلي لي بحكمة بدي مصاري. حاضر. لشوف اخر التمويل المسرحيات معك لوين بده يوصل. ماما بهالبلد لازم دايما نمول الفن. مهم يعطينا مقابيله. ماما استاذ حكمت البنت بعدها ناطرة. طيب اي نوال هون؟ اكيد اكيد. يب تمين انت حطي هالقلب. دكتور نصري مهلا، اشتقت لي. وانا كمان. جنى انتي هون؟ جيت بوقتك حكيم. خير؟ متذكر هيدا الختيار اللي رحنا وما رحنا لعنده؟ ايه شو؟ صح. عال دكتور نصري زيارتك مفاجأة. خير؟
شو هيدا؟ دكتور خلف حطتني على راس الليسة. ناوي تقتل الماما؟ لا، بدي فلسها. عجبك؟ أمك وكم غني مثلها مسؤولين، قصدي أنا عينتهم مسؤولين لتمويل بيت الراحة اللي عم بأسسه. لمين؟ للمعترين جنى، واللي نفسه ما بتقبل إنهن معترين، اللي ما بيمدوا إيدهم لحدا. ليه بعد في منهم هالناس؟ ايه منفتش عليهم. برافو عمو نصر. تفضل. صباح الخير. أهلا أستاذ حكمة. جاء ممولي. عفوا ما فهمت. استاذ حكمت عمول شيك $50,000 للحكيم. 50,000؟ معك حق. ليل عملهم 75 بمون الحكيم. اعطيني المصاري قبل ما تغير رأيك. بس جنى في الامضى بعد، نسيت الدفتر بالمكتب، اذا بتمهليني لا ما في انطرك، انا بروح لعندك وبمضي بمكتبك ومنه بحضر الشيك اللي طلبتيه ستنا. عن اذنك حكيم. خير حكيم؟ شو في؟ رحت لعن بيك. جنى بتعرفه؟ هو بيقول لا. شو يعني هو بيقول؟ جنى؟ أي جنى حكيم؟ جنى بنت نهلة. ويني؟ رشيد ما تلعب علي. شو يعني ويني؟ عم بسألك إذا بتعرفها، إذا شفتها، إذا ما رأيت لعندها. يا ريت يا ريت يا ريت يا حكيم، بصر لي بالقلبي ببنت بنتي. هو قال لك هيك؟ بالقلبه؟ حرفيا نهلة، الزلمي حابب يشوف بنتك. وصدقته؟ لا، واللي ما خلاني صدقه هو وصولنا مع جنى على بيته. الصدفة بهيك موضوع ضئيلة جدا. بعرف شخص بيقدر يحل لك هالإشكال. إنه يأكد لي إذا رحت لعنده أو لا؟ مين؟ الختيار. أي ختيار؟ اللي بيضل قاعد قدام بيت بيي. هيدا ال هو بذاته بيضل قاعد، بيعرف اللي فايت واللي ظاهر. وانت شو عرفك فيه؟ بتذكره كنت شوفه. ومين قال لك ما سألته؟ صحيح؟ وشو قال لك؟ شو فاتحة معك؟ ايه هيك الهيئة. يعطيك العافية. اهلا اهلا. تأخرنا. عشو تأخرت؟ مع راشد الحطاب، مسكين ما حدا بيزوره. صحيح؟ ايه حدا بيزوره دخله. بيزوره؟ وليه عطسوا ايه؟ بس لحتى نعرف انه مسكين، انا حكيمه. منيح فيك. حدا بيجي لعنده، حدا بيشوفه. وشو همك حضرتك؟ بوصيك فيه بس أنا. ها؟ إذا صار ما صار بوصيك فيه، لأنه بخاف عليه. بخاف عليه؟ مسكين لحاله. إيه ما بخاف عليه. مين بيزوره؟ شو هيئتك كتير حشري حضرتك. ليه؟ خلص بلاش السؤال، ما تواخذني. أحليلك. شو بصر لي شو؟ بصر لك؟ عم بصر لحالي، بدي بصر لك. طيب بصر لحالك بعدين لإلي يلا. طيب. وأنا بقعد بنترك شوي. انطر. استخرنا. عشو؟ مع راشد لازم زوره. ايه قوم زوره. يلا هلا. شو ناطر؟ يلا. ما حدا بيجي لعنده بيجيب له اغراض. حضرتك. بس. عطول. راي جي. لما حكيمه بحبه بعرفه من زمان. وفي 20 سنة. في ست اللي بينطر الشوفير. ايه. ما حدا تاني أبدا. لا ما حدا تاني. بلكي ذكرتك. ذكرتي منيحة. يعني بعد نعشت الأمين؟ إن شاء الله. ضروري يكون عشت الأمين نصري ولأنه من شي ميلي. كيف يعني؟ في شي على صعيد شوقي؟ لا، في شي على صعيد شركتي. شو بها؟ حكمة خياط نصري. هي قالت انه اشتقت لك واشتقت للماما. يعني انت مش هيك بدك؟ انا على قلبي مثل العسل شو ما يكون السبب، المهم شوفك ببيتنا. يا اهلا اهلا بزنزونة.
والجراج؟ ساكو صار قدها. عدي زينة عدي. وين طنط أدال؟ الله يساعدني على طنط أدال. بها شي أمي؟ لا بس أكيد بعقليتها بها شي. خير سوها شو بها طنط أدال؟ من الصبح وهي عند جارنا على السيف قال شو؟ طافت المي عنده. وانت بتعرف امك كتير منيح، بس حدا يلوح لها بده خدمة او مساعدة. ولك مين؟ عالسقف. مين عالسقف؟ هذا الخرفان اللي مخبرك عنه. اي خرفان؟ لك هيدا اللي ورا البناية بالاوضة الصغيرة. الخربة؟ هي بذاتها اللي شافيها مي للطوف. عجبك؟ بس خلص جار وطلب، يعني أدال لبت. عسلمتها طنط أدال، تغيث الملهوف. شو هيدي؟ هيدا طرف ابن العبد، انت ما بتعرفه. طيب رح اعمل فنجان قهوة. لا، زينة رح تتغدى معنا اليوم. أنا رايح على الجراج شق شوي على ساكو وارجع لنتغدى. طيب روح، أنا مشتاقة لزينة، بدنا نحكي شوي. طيب بالإذن، أنا رح أغسل إيدي. كيف دا جرى؟ ما تنقي أختي جرى، اعملي معروف أختي، تقبريني تقبريني أنت، كريزي شوي على مخي، اعملي معروف اعملي معروف. يصر لها. هلا يصر لها ولا ما يصر لها؟ بنت إجت لعنا يعني شغلة كتير عظيمة، تقبريني أختي ما تضيعي الفرصة، اعملي معروف. طيب طيب. أنا رايح مش مؤخر. شو طابخة أمك؟ ما تعطى الهم، شو ما طبخت أمك بتبيض الوجه. انتبهي لك. سو هالحرفية مش عم تسكر منيح. أنا عارفة شو قصة المي بهالحي اليوم. راح كمان؟ ووصيني اكرز عليكي. بشو؟ كمال بحبك. والحنفية بدها جلدي. وعنده ياكي بالدنيا. مستعدة تتركي قوتك وتنامي مع أمك؟ ومستعدة بق الدم تيعيشك أميرة. شغلة وحدة بس بتزبط وبتصير أسهل. شو هي؟ بصير في ثلاث ستات ليلقطوا المي الطايفة. وحياتك مش عم بتمسخر سهى. بس الحياة مش دنيا وحب وأميرة. قبيل الدنيا مصاري ومقبيل الحب وولاد ومقبيل الأميرة مسؤوليات. مش عم برفضها سهى بس بكير عليها. ليش قديش صار عمرك؟ شي 25. ليش؟ والكبيرة على الجامعة. كلنا كبار على شي معين سهى. والدنيا قسمي ونصيب. يحو انت. ما تعطلي همي. الموضوع مش معقد. قطعت 30؟ شو يعني؟ ما هجم نصيبي، شو بعمل؟ لا حفرت له خندق ولا حطت له حواجز بدربه. يصطفل. بس يهجم ما رح اقول لا. بس كمان بالوقت ذاته ما رح اقول له هاي وينك؟ ليش بعد ما هجمت؟ مش مستحلية حدا نولي؟ مستحلية بس هو مش مستحلي. منو هالبلا نظر؟ مش معقولة هالمي. الله لا يشهينا هي. زينة؟ الله لا يشهيكن ياني. يا حبيبة قلبي. كيفك يا طنط؟ مشتقت لك طنط أدال. وأنا كمان يا عيون أدال. شو؟ خلصت مهمتك ست أدال؟ ولك معتر، الله يساعد المعتر بعيشته، أنشأ قادر واعي على حاله. عن إذنك حبيبة قلبي تفوت غسل إيدي، طيف البلوع عنده وما عنده نقطة مي تغسل. كيف يعني أنشأ واعي على حاله؟ خرف؟ دخيلك بلا سيرته. بتعرفي؟ رح فوت أعمل فنجان قهوة. يقصف عمري قولي لي، يبطل لي نفس على الغداء؟ طيب فوتي. غريب كل يلي صار معي اليوم، بس مبسوطة. أنا غريبة بعرف حالي. زينة عملي معروف افتح الباب. أوه خالتي أدال، خالتي أدال، أوه خالتي أدال. يلا يلا يا زينة جيت. خالتي أدال هونا. عالسيف في شي؟ ما صار لي إلا لخالتي أدال سلم دياتك. وصل وصل عالسيف، خالتك أدال مشغولة. يلا يلا جيت. عالسيف خير؟ في شي بعد؟ لا. حرام. مسكين يا طنط، هالعقل زين. يعني حرام كل شيء يعني. يقصف عمرك يا صوتي طالت القهوة. شو يعني كل شيء طنط أدال؟ هلا اتركيني من سيرته طنط وخلينا بالأهم. لك يسلم لي هالوجه الحلو، وين رح يسري؟ أتصبح فيك اليوم مثل هالوجه. تزهقي منه. خ
خلي اللي نقاه ما يزهق منه. خبريني طن كيف الماما؟ منيحة الحمد لله. تعرفي يا طن ما تتصوري قديش أنا أخذ على خاطري لأني ما قدرت أروح عزيكي بالمرحوم. بس بسيطة، أنا مش عدبين على حدا، كمال كفى ووفى، وقف حدي وما خليني أعوز شي. إيه الله يهدي قلبه لهالصبي. وهيدي أطيب قهوة من أطيب إيد ولا أطيب حلوة. يعني شو بعد بدك أحسن وأريح وأفضل من هيك حما وبنت حما؟ عيونك بيحكوا يا بنتي، ولو شفافك سكتين. ما بعرف ماما حياة، صدقيني ما بعرف، اليوم أغرب يوم بحياتي. يعني ما بعرف ليش هالمرة عم تعمل هيك، عبنا قالت لك تعي تشغلك. فكرك صدقت؟ وشو مصلحتها تكذب؟ بكل بساطة لا كانت قالت لك لا تعي اشتغلي ولا شيء. فؤاد ماما حياة، ابنا فؤاد مصلحتها أنه يروق عليها شوي، لأنه أكيد فؤاد نقر لراسة شغلي زينة شغلي زينة، فقلت لك المرة ببعت ورا هالبنت هيك من ميلي بكون وفيد بوعدة قدام فؤاد. من هونيك وطالع بمرجح بزينة، بنقع زينة ساعة ساعتين ثلاثة، هيك بتزهق البنت وبتطلب موعد، وأقرب موعد بعد 9 أو 10 أيام ما بعرف. بتتخيلي ماما حياة بعد 9 أيام لا تقدر تقابلني؟ هيك بعد ما شغلتني، يعني أول مقابلة عادي، قدمي طلب منشوف الطلب، ضاع الطلب قدمي غيره، وهكذا دواليك. والتعتير عليك يا معطر يلي عم بتفتش على قيمة الخبز. بس ليش؟ ما قلتلك ليش حتى يروق ابنها. لا ليش راحت عند أمك؟ زارتها وحكيت معها شو بدها من روز؟ إذا القصة هداية ابنها إيه ما بدها زيارة لأمي؟ ما هون هو الموضوع يلي ما عم بعرفه ماما حياة، في شي بين فؤاد والماما. زيارتها لعنده على الجامعة مش عن عبس، وزيارة نهلة راشد لعند الماما كمان مش عن عبس. ليش الماما بدها تروح لعند فؤاد بالسر على الجامعة ولا تقله شو؟ أكيد شي عني، فشو هو الشي؟ ماما حياة؟ شو في؟ شو بكي؟ ماشي أنا ما بني شي، أنت بكي شي؟ قولك هو زيته الموضوع. أي موضوع رح تولعيني؟ يلي كان البابا بده يقول لي قبل ما يموت. علمي علمك. قولك إله علاقة باللي الماما راحت لعند فؤاد كرماله ونهلة راشد إجت لعندها كرماله؟ ما بعرف. بس يا عمي شو دخل فؤاد وأمه بشي بخصني أنا؟ لكن ما إله علاقة. بلا إله علاقة. حقلي عني ساعة إله علاقة ساعة ما إله علاقة. يي شو في؟ فقت على شغلة. شغلة شو؟ ألو عمو شفيق، الماما بالبيت؟ بعتذر. كيفك عمو شفيق؟ الماما بالبيت؟ ضروري تمرق لعندي. لا ما بيهمني لا شو انكتب ولا شو النشر، لأنه انكتب والنشر البكاء على الأطلال ما بيرد ميت، اللي صار صار من التاريخ. أنا عم بحكي عن هلأ أستاذ رفيق، وحضرتك مسؤول إعلاني كبير وكلمتك إلى وزنها. إذا هيك صار اجتماعنا سهل وأهدافه سهلة. لا خلي أهدافه لحد ما نجتمع. أنا بالمكتب. أهلا وسهلا. إيه نوال رجع؟ خليه يفوت. تفضل. عوافق ستنا. خبرني سعيد. ماشي ستنا، فعلا راحت على السوبر ماركت، اشترت غراض ورجعت على البيت. لحقت على البيت؟ والا كيف غيرت ثيابي ستنا؟ بدي مراقبة دايمة سعيد، يا منك يا من خيلك صالح. البنت في براسها شيء وانا لازم اعرفه. بنطريك او برجع على البيت؟ برجع على البيت، عندي اجتماعات العشية، انا ببقى بدق لك. حاضر. سعيد. نعم ستنا. هيدي العروس ولو يا عمي مش عم بشتغل، مش عم بيخلوني اشتغل. ساعة نجلة، ساعة ابني، ساعة بنتي، ساعة عماد الزفت، ساعة
اطلبي لي بنك فران. اكيد رمزي ناصر شو البواب لكن. الو حكمت شو بك؟ انا برجع بدق لك. تفضل. صباح الخير. اهلا تفضل ارتاحي. الو صباح الخير، ممكن الاستاذ رمزي ناصر؟ مدام نهلا راشد. مين قال لك انه انا عندي الوقت استقبل مره ما بعرفها بتقول انها مرتك؟ مرتك؟ عال مين سمح لتيجي لعندي؟ شو شايفني انا فاتحه دايره اخلى سبيل؟ هالحركات ما بحبهم وما بحب انهم يتكرروا ابدا. يا ستنا روقي علي شوي ارجوكي. نادي يا مرتي ارجوكي يا ستنا، كل القصه انه امه مشغول بالها على بنتها. ليش انت مش بي ومشغول بالك على بنتك؟ ليك رمزي ناصر، هيك تغلطت لما خزقت الشك وبعت سله الورد. لا مدام راشد ارجوكي، يمكن اللي صار فيه شويه سوء تفاهم. أنا قلت لها لمرتي، قلت لها لنادية، لشو تعذب الست؟ أستاذ رمزي، يلي بيني وبينك بيضل بيني وبينك، مفهوم؟ طيب، مفهوم، مفهوم، أنا بعتذر بالنيابة عن مرتي. ما بدي منها شي وما بدي اسمع عنها شي. أنا وأنت شو فهمنا؟ اتفقنا أنا وأنت. صحيح؟ ناطرتك. خلص اتصال الست، رح بلغها انه حضرتك هون. هاي تنبحبح الحكي بين رمزي ونهلة. شو قصدك؟ يعني هالتليفونات يقصف عمرهم بس يلزقوا عالدينة، ما بيعودوا ينقبعوا بسهولة. الو ستنا؟ هون؟ خليها تفوت. خير نسيبي في شي؟ أولاً صار لي نص ساعة ناطرة مكالمتك مع الشيخ تتخلص. كنتي هون؟ شو في براسك نهلة؟ شو عم بتجربي تعملي؟ رمزي ناصر مدير البنك نسيبي، ومن الطبيعي يكون في حكي بيني وبينه. ما الهيئة؟ حسب ما معودتينا ومنشوف في ألف واحد تحت إيدك يحكوا مع البنوكة. هلأ حشرت تحكي مع رمزي ناصر نص ساعة نهلة؟ شو بدك فيي نسيبة؟ ما بسمق. معلش انت بتعرفي انه مش قصدي. شو هيدا الكيس؟ شو في جواته؟ شغلة وحدة رح قلك اياها وبعدين اعملي اللي بدك اياه واسمحي باللي بترديه. شغلة شو؟ ما تلعبي بالنار نهلة. بدك تحطمي؟ حطمي بسرعة. مع انك بتعرفي رأيي بهالموضوع. من يوم اللي تجوزتي عساف المعلم سألتك يومتها عن الحقد الكبير تجاه رمزي ناصر، قلتي لي بدك تشحدي الملح، وساعتها بيكون أسعد يوم بحياتك. وعم بشحده نسيبي، بلشت. ايه عجلي، لأنه الله ما كتير بحب الانتقام نهلة. تركينا أنا والله، أنا هيدا الموضوع أنا وياه متفقين عليه. هلأ رمزي ناصر جاي لعندي لأعطيه أخلى السبيل تبع بنته من الحبس. كون كتير فرحانة لما اشوفه مذلول ضعيف محتاج لي. استعدي بوس التراب يلي بيمشي عليه كرمال بنته. عم تستغلي حبس بنته نهلة؟ بدي استغل كل شي نسيبة، كل شي. بدي ركعه تحت اجريه ببنته؟ مثل ما هو ركعني ببي وبامي وبخيي وبسليلتي كلها، مثل ما هو خبر بيي وحط راسنا كلنا بالارض، مثل ما هو عمل غلط. انت كمان عملي غلط. لا
ما يوعى الضمير فجأة على دوري أنا، لا ما يوعى الضمير، ما حلو أبدا يضل نايم كل هالوقت ويوعى انتقامي أنا نسيبة. شو قلتي؟ كل فواكه طيبين. ماما ولأنه السؤال جاوبين عليه، البابا كان مجوز حدا قبل منك؟ ما بعرف. بلا بتعرفي. مين يلي خبرك؟ ناس. مين هن هالناس؟ شو بهمك من هن هالناس؟ مهم الخبرية مزبوطة أو غلط؟ قلتلك ما بعرف. ما هي القصة ولا أبسط من هيك، لأنه مش معقول مرة محترمة منصبها مهم بالدولة لما تعرف إنه بي عصام ثابت موظف سكة الحديد السابق تسألني إذا أنا بنتها لعفيفة. قلت لها لا أنا بنتها لروز، ليش مين عفيفة؟ قال عفيفة مرت بيك الأولانية. قلت لها والله ما على علمي في غير روز. قال مبلا ولو عفيفة ما أنا بعرف. فعملي معروف ماما، لا تحيريني ولا تدوريني، قوليلي بي كان مجوز حدا قبل منك؟ وافترضي شو يعني؟ شو فيها؟ وإذا كان متجوز مرة قبل مني شو فيها؟ بدي أفهم، لا هو أول واحد ولا آخر واحد. أقولك هيدا هو الموضوع اللي كان بده يقلي إياه قبل ما يموت؟ يمكن ما أكون أنا بنت العفيفة مثلا. أعوذ بالله شو هالحكي يا زينة. لأنه رح تجننوني، رح تضيعوني. أنت بتروحي لعند فؤاد راشد ليش؟ ما بعرف. نهلة بتجي لعندك ليش؟ ما بعرف. ما قلت لك مش هتشغلي؟ اتشغل هونك شغلة عندها. رحت لعندها نقعتني ساعتين وبعدين تهربت. صحيح. ليكي ماما، إذا ما رح أعرف البابا شو كان بده يقلي قبل ما يموت وأنت خفتي عني ما رح أرتاح. يا بنتي وحياتك وحياتك ما في شيء. لوين يا زينة؟ فيلي. مش قليلة بنت خيك. وهيدا اللي مجنني. فاتي باللعبة منيح. بخيلك نهلة، إذا بتعرفي شي عن هاللعبة فهميني. بسيطة. بنت خيو لعماد سليمان جمانة بدها تزته برات الجريدة لما يصير عمره 21 سنة. وبنت خيك بتشبه جمانة لدرجة غريبة. هيدا انقبرت فهمتها. يلي صار إنه عماد عم بياكل راس بنت خيك، أو بالأحرى أكل وخلص، انغرمت فيه، صارت مثل خاتم بأصبعه. هلأ صار دورة تاخد مطرح بنت خيو. هيدي اللي ما عم بفهمها. ولو يا نسيبي مع أساس ذكية وبتلقطيع الطاير. افترضي مثلا جمانة سليمان تنازلت لعمة عن كل شي بتملكه. يا ريت منرتاح. بس مش هي اللي وقعت التنازل، ما يا رزق اللي وقعت التنازل. تزوير يعني؟ وهي عدة التزوير يا تدي. والزلمة جاي الليلة يطلبها رسمة. مين هيدا؟ عماد سليمان؟ ايه عماد سليمان جاي الليلة لعند ماما حياة يطلب ايدها مني رسمة. ايه نوال؟ الاستاذ رمزي ناصر وصل ستنا. خليه ينطر شوي نوال. شرف. مين؟ بدك تشوفي رمزي نسيبي؟ بدك تشوفي الشيخ رمزي ابو شهيل؟ لا تخيرك بيعرفني. نهلا مبين انا معارفني. ايه بس انا اعتق منك وبيعرفني اكثر منك. بعدين انا بعدني مثل ما انا نهلا، لا تغيرت ولا صرت زي لك. انا عايشه بجاي. ولك قلبي شوي. وين؟ ولك عايش خلفي قلبي شوي. يا وين؟ ما تفتحي الباب. ليه ما تفتحي؟ أنا كيف بفل هلا؟ مثل ما اتفقنا نسيبه. مثل ما اتفقنا. بس بس شو؟ حبي أحضر اجتماعك أنت وياه. دخليك هونيك مش في حمام ملوكة؟ بلا. أخذ رياحتك لكان. استاذ ناصر تفضل. مدام راشد
أنا ما مصدق حالي، ما مصدق ديني. ولو ما بدك كل هالقد. لساني عاجز عن شكرك. منلاقي وسيلة تانية. أموري. الهيئة الابتساس سهل معك مستر ناصر. ابتزيني مثل ما بدك، المهم تطلع كارلا من الحبس. قالي لي بدي كارلا تطلع من الحبس وترجع لحضننا، وخصوصا حضن امها. هيئتك بتحب هالحضن كثير مستر ناصر. عفوا. الحضن، الحضن رمزي، حضن مرتك ناديا. شو هيئتك بتحبه كتير. ما اسمها إلا ام بنتي. بتحبه إلو او لانه حضن ام بنتك؟ وبدي جواب سريع. ممكن أعرف ليه؟ حسب الجواب. خلينا بموضوع كارلا. هيدا أخلى سرير. ولو من الباب للطاقة. قلت لك أموري. عندي مشروع وبدي موله. بانكي تحت تصرفك. أنا بصدق الكلمة رمزي. رمزي ناصر كلمته كلمة. تفضل. مدام راشد، أنا عاجز عن شكرك. أنا ما فيكي تتصوري إحساسي هلأ. أنا وأنت كمان ما فيك تتصور إحساسي هلأ. شو؟ إني عم ساعد الإنسان يلي يلي شو؟ والمش جديد علي. شو هي؟ مش مهم، المهم إنه كارلا تطلع بسليمة ترجع تحكي المظبوطة على شفيف. شفيف بيا. شكرا. فل. فل بقى. عفوا. فل. حضرت الاجتماع؟ شو اللي سمعته نهلا؟ سمعتي شو؟ عم تقنعي انك بتحبيه نهلا؟ هيك بينت؟ عم تلعبي بالنار نهلا. عم بولع النار، مش عم بلعب بالنار. عم بهبي بالنار تتلفح وتلفح وتلفح. رح تلفحك إلك يا مسكيني. ولا شوي، رسمت الحدودة ورمزي ناصر جويت هالحدود. لعبة الحب يلي جرب يلعبها معي لحد ما أمنت له وأمنت لزهية وأخذت الحبة ونمت حتى هو يستولي علي مثل ما استولى علي النعس بالأول. أنا عم بلعبها بس هالمرة على الأصول، على الكتالوج هالمرة. نهلة راشد، الست العظيمة الحلوة الغنية الأرملة، هي عم تفتح لعبة الحب بقلب رمزي ناصر وتخليه مشتاق. هي مين؟ راكد وراها مثل الولد الصغير. وساعتها بتفرحي؟
لا شو لكان بتفسي خلقك؟ لا اشرحيلي. ساعتها وساعتها بس كون دفنت امي الدفن اللايق، امي يلي ماتت محروقة بحرقتي، وانجأ لما جتتها مفحمة من شوارع بيروت هي واثنين وثلاثين جتي غيرها، كبوهم تحت التراب ودفنوهم سوا، جابوا لنا غراضة برطماني صغير، جدين اسود له حديدتين صغار من فوق وإشارة اسود. امي ما لحقت تشوفها، كانت نازلة لعندي على بيروت وبلعتها الحرب، صار لي ادفنها الدفن اللايق ولا حط زهور على قبرها. نهار يلي بحط رمزي ناصر تحت سابع ارض بكون دفنت امي الدفن اللايق. حطيت زهور على قبر. كانت جوا كل اجتماع الست مع رمز ناصر. تفضل. عوش. اهلا تفضل. رفيق ابو خاطر معك. يا اهلا وسهلا. لحظة. خال انه معقولة انت يا بنتي؟ معقولة شو جدو؟ ما بتجي وايدك فاضية. جدو صار لي زمان كتير بروح على مطارح وايدي فاضيين، خليني انبسط بمطرح وايدي مليانين. ريتك تقبرين ان شاء الله. الدكتور خلف اجى لهون. قدرت هالشي. بس ما قلت له شي. انا كنت بجنينة بس نبهت البابا ما يجي بصير شي. بس المصيبة وقت نضطر نحكي ونهلا تعرف. ساعتها مش المصيبة، ساعتها الفرج. اي فرج يا بنتي، اي فرج. القرب يا جدو. بتعرفوا شغلة؟ شغلة شو؟ أنا قلبي كان حسسني إنهم رح يسألوا كمان الختيار اللي برا. أسعد؟ اسمه أسعد؟ هيدا مثل عيار المي، مين ما بيمرق بمركو. الله يديمك بذكائك وهضامتك يا بنتي. خالو كريم؟ يا عيون خالو. خبرني، شو بتعرف تشتغل؟ تفضل. عواف ستنا. تفضل استاذ حكمت. الاستاذ رفيق ابو خاطر صاحب اكبر مؤسسه لحصر الاعلانات. تشرفنا بحضرتك. استاذ حكمت خياط المدير المالي براشد للتجاره. ما صرنا نلتقي شخصي. الست بخيله علينا بالزيارات. مهم لما يتم الاجتماع يكون له فايده. عود استاذ حكمت. ناري مدام راشد. حبيت اجتماعي معك يكون بمعية المدير المالي حتى ندخل الأرقام دغري ونعرف متوجبات راشد للتجارة. متوجبات؟ أي متوجبات مدام راشد؟ المالية. مالية ستنا؟ نعم. متوجبات تجاه شو؟ قررت اقطع الاعلانات عن مجلة الاسبوع الفني، وبحب اعرف ببساطة شو بكلفني هالقرار. بكي شي ستنا؟